السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج أزمة أخلاق. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع خطير وموضوع كبير، أعتقد من وجهة نظري إنه بيمس جميع الشعب المصري وجميع الوطن العربي. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيفي الكريم الموجود معايا في الاستوديو. طبعا كالعادة برحب بالداعية المصري الشيخ أيمن المصري. أهلا بيك يا شيخ أيمن. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. عفوا، برحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بيك يا شيخ أيمن. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام. يا أهلا بيك يا حبيبي، الله يخليك. شيخ أيمن، عندنا أزمات كتير، ومن ضمن الأزمات النهارده إن ما بقاش فيه طاقة ولا استحمال بالصبر على البلاء. وحلقتنا النهارده هنتكلم عن الصبر عن البلاء. واحنا عارفين ان في زماننا زمن الازمات يعني، وعندنا ازمات كتير. هي احنا يعني ازماتنا في ايه تحديدا كده يا شيخ؟ أزمتنا أزمة أخلاق، ازمتنا ازمة اخلاق، أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا هجر وعناد، ازمتنا ازمة انسان ازمته هجر القرآن، أزمتنا أزمة إنسان بالفعل هجر القرآن، أزمتنا قتل ودماء، أزمتنا كذب ونفاق، أزمتنا كذب وفجور، أزمتنا ستر المهجور، أزمتنا كشف المستور، أزمتنا أزمة إنسان، أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا أزمة كذب وعناد، أزمتنا هجر وبعاد، أزمتنا أزمة إنسان أزمته هجر القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهل القرآن ومن أهل السنة. اللهم أمين يا رب العالمين. والحل إيه يا شيخ؟ الحل أن نرجع لله خالقنا ونسير على خطى نبينا صلى الله عليه صلى وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الخلق، صلى الله على من علم الدنيا الحب، وصلى الله على من علم الدنيا الصبر، صلى الله على من علم الدنيا الرحمة، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، صلوات ربي وتسليمه عليه. شيخ أيمن، خليني أدخل معاك في موضوع الحلقة سريعا، وهنقول الابتلاء والصبر على البلاء. الابتلاء يا شيخ أيمن، هل هو رحمة من الله أم نقمة وغضب وسقط من الله سبحانه وتعالى على العبد؟ لأن النهاردة لو العبد مبتلي وابتلاءات صغيرة جدا، فيقول ربنا بيكرهني، ربنا غضبان عليا، ربنا ما بيحبنيش، ربنا دايما كده مبتليني، وكأن الابتلاء ده شيء مكروه في الإسلام. وكانوا أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، ثم الذي أمثل، ثم الذي أمثل، ثم الذي أمثل من السلف الصالح. ولو شفنا الابتلاءات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم الابتلاءات اللي واجهته في حياته، سيدنا نوح كم الابتلاءات اللي واجهته في حياته، سيدنا يوسف عليه السلام كم الابتلاءات اللي واجهته في حياته، سيدنا نوح، سيدنا أيوب، سيدنا إدريس، سيدنا يونس، سيدنا يعقوب، كل الأنبياء ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء، ثم الذي أمثل، ثم الذي أمثل، ثم الذي أمثل. عايزين نفهم الناس يعني إيه ابتلاء، ويعني إيه الصبر على الابتلاء، وليه ربنا جعل المسلم دايما يخص بالابتلاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الله على من علم الدنيا الصبر، صلى الله على من علم الدنيا الرجوع، الدنيا تحمل الابتلاءات. أوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء أوذوا وابتلوا بابتلاءات ما ابتلي بها أحد من العالمين. فالأنبياء كما قلت، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل ثم الأمثل. الابتلاء سنة كونية ربانية. الله تبارك وتعالى خلقنا في امتحان، الدنيا دار امتحان، دار ابتلاء، ليرى الله منا
الأعمال هل سترضى بقضاء الله وقدره أم ستغضب وتسخط على حكم وقضاء الله. فالابتلاء في حد ذاته نعمة. نعمة. الله تبارك وتعالى أبدا ما ينزل بلاء أو ابتلاء على أحد إلا نعمة ورحمة بالعبد. ما هي طالما نعمة بقى يا شيخ أيمن يبقى الابتلاء يخص به المسلم، يعني أنت فاهمني؟ يعني أي مسلم النهاردة مبتلي ما يفتكرش إن ده كره وغضب من ربنا سبحانه وتعالى أو سخط عليه أو نقمة، واخد بحضرتك؟ ولو كان والابتلاء طالما هو نعمة فبيخص دايما به المسلم. الابتلاءات نعمة طبعا. أه. نعمة لمين؟ للعبد الصالح. للعبد الصالح. المسلم. أه. العبد اللي بيرضى بقضاء الله وقدره. لكن والعياذ بالله نقمة على اللي بيسقط على حكم قضاء الله. لكن هو بالأصل ربنا سبحانه خلقنا عشان يبتلينا. أه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أو في فتنة أهو بيشوفك هتعمل إيه في الشر والخير. في ناس في الخير ما شاء الله بتبقى مبسوطة والحمد لله، وأول ما ينزل عليها ابتلاء أو بلاء تسخط على حكم وقضاء الله، ودي مصيبة مصيبة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، ده ربنا بيكرمني كريم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، مصيبة. أوه. ليه؟ والله رب كريم وجميل. وسيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. اللي ربنا بيحبه أو اللي واحد بيصاب بأي ابتلاءات يعرف أن ربنا بيحبه. لأن الصبر، يعني إيه الصبر؟ هو حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على ما تكره، أو احتمال المكروه بنوع من الصبر أو نوع من الرضا والتسليم. الصبر هو احتمال المكروه، أي مكروه هينزل عليك أيا كان بقى، مرض، غم، هم، تعب، شقاء، أي ضيق في الرزق، أي ابتلاء هينزل عليك عشان تكون من الصابرين، احتمال هذا المكروه بنوع من الرضا والتسليم. أنت بترضى لان مين اللي ابتلاك بهذا؟ الله. لازم ابقى مسلم امري الى الله، ويقين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بينزل عليك بلاء من ايا كان من انواع الابتلاءات يقينا في خير ربنا سبحانه وتعالى عده لاهل الصبر. وجزاء الصبر عظيم بقى لما تصبر وتحتسب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. تخيل انت لما تصبر وتحتسب جزاك ايه؟ هتدخل الجنة بغير حساب. هو في أفضل من كده؟ في أحسن من كده؟ يبقى الابتلاء رحمة ولا نقمة؟ لا طبعا رحمة من رب العالمين. يبقى لما ربنا سبحانه يحط لك جزاء، صح، الصبر، صح، الصبر على الابتلاء أو الصبر على المصيبة أو الصبر على أوجاع أو الصبر على الأسقام أو الصبر على أي أمر من أمور الدنيا، يحط لك قدام منه جزاء الجنة. يبقى ربنا بيحبك ولا لا؟ دي حقيقة. يبقى ربنا كريم ولا لا؟ الله الله غفور ورحيم. يبقى ساعة الابتلاء او البلاء اعمل ايه؟ الحمد لله اسلم واحتسب وارضى. والله مهما ان كان عندك اي بلاء او اي ابتلاء في غيرك عنده اكتر منك، والله لو انت مريض فيه. احنا عايزين بقى الحتة دي يا شيخ ايمن، يعني نفوق كده الناس شوية، بمعنى يعني النفس ضعيفة والنفس دائما أمارة بالسوء، ودائما الإنسان ضعيف، فيعني بيجي له حالة من الضيق عندما يصيب ابتلاء، لو في الرزق بالذات بقى وفي المال، أول الدنيا ما تبقى ضيقة عليه في المال بالذات، يعني يتخنق. يمكن لما ربنا يبتليه، وأكيد مشاهدين هيأيدوني في الحتة دي، لما ربنا بيبتلي عبد بمرض دائما وابدا يرجع الى الله سريعا، دايما يقول يا رب يا رب اشفيني، يا رب خد بايدي، يا رب اديني الصحه، يا رب عافيني، يا رب كده. بس اول ما الانسان يبتلى في المال سريعا ما يهجر، سريعا ما يضجر، سريعا ما يغضب. عايزين نقول بقى الحته بتاعت المال دي في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي يا شيخ. طب ما تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل المشاهدين كده صلوا معانا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. مين قدوتنا؟
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين اسوتنا؟ صلى الله عليه وعلى مين حبيبنا ومعلمنا؟ صلى الله عليه طيب. وسلم. أفضل حاجة إن إحنا نستشهد بقدوتنا. طبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. أنت عايز ربنا يرضى عنك تتأسى بمين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه طيب. وسلم. قبل بس ما أتكلم عن موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على ضيق الرزق. والله صبرين. أقل واحد من اللي مشاهدينا دلوقتي احنا طبعا الحمد لله من طبقة يعني الحمد لله الوسطى وكل المشاهدين يعني منا الفقير ومنا الوسطي ومنا الغني بس والله افقر واحد عايش في زماننا بلاش افقر واحد يعني خلي البسطاء اللي هم حالتهم بسيطة عايش حياة افضل من حياة قارون عارف قارون طبعا طب ازاي دي بقى يا شيخ ايمن يعني قارون كان معاه ايه أموال كان معاه 70,000 رجل يحملون مفاتيح خزائنه يعني ما علينا من الموضوع ده عشان يعني مشكوك فيه مشكوك معاه كم معاه خزائن ماشي مفاتيح لا يستطيع الجنود من حملها معاه فلوس كتير جدا بس واحد الله الأول كده لا إله أنا عايز الناس تاخد بالراحة وبالراحة وخليك معاه أنت بسيط وفقير الحمد لله بس والله ربنا كرمنا في عصرنا ده عايشين حياة أفضل من حياة قارون قارون بماله وخزينه الفلوس اللي كانت معاه دي اللي مالهاش حص الذهب الملك اللي كان عايش فيه كان عنده اضاءه زي دي كده بيقعد كده بالليل او في اي وقت يسمع كده شاشه التلفزيون ويتفرج يشوف العالم كله قدام بين ايده لا طبعا قارون بماله وجاهه وكل الخزائن اللي عنده كان عنده ثلاجه كده يفتح يشرب شويه ميه ساقعه لا خالص يحط يحفظ فيها الاطعمه كانتش لسه ظهرت الثلاجات يعني ولا كهرباء قارون بجلاله وبكل الملك اللي كان معاه ده كان عنده مروحه او تكييف كده يرطب عليه الجو ويخليه جميل لا خالص قارون شوف بقى بكل اللي معاه لما يحب يروح مشوار يسافر بلد لبلد بيركب الناقه ولا يركب الطياره زي دلوقتي الناقه اللي موجوده وسيله الناقه ولا يروح مشوار يركب المواصلات والسياره ولا الميكروباص ولا الاوتوبيس كانش فيه عربيات سيارات شوف بماله بماله ده كله كان عنده حياه مرفهه زينا كان عنده تابلت كده ولا تليفون يشوف العالم كله من خلاله لا طبعا يبقى احنا افضل ولا قارون كرفاهيه ووسائل احنا طبعا يعني احنا بفضل الله في نعم دي حقيقة. في نعم لا تعد ولا تحصى نرجع بقى لسيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم انت عندك مشكله ماديه او ضيق في الرزق الجا لقراني وارجا لسنتي هنرجع للقران وللسنه بس انا بس بستاذن مخرجنا ينزل تليفونات القناه وافتح لنا المداخلات كده لو في المداخلات معانا افتحها لنا طبعا يا شيخ ايمن احنا مكملين في علاج السحر وعلاج الحسد وعلاج المس مكمل معانا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مكملين مشاهدينا الشيخ ايمن المصري الداعي الاسلامي مكمل معانا في الحمله اللي هو قايم بيها باستقبال اي حالات حسد مس سحر والراجل بيعالج مجان يعني الراجل واهب نفسه مجانا لله سبحانه وتعالى الكشف مجاني عبر تليفونات الشيخ ايمن او عبر تليفوني اي حد يتواصل مع الشيخ ايمن ان شاء الله باذن الله ربنا يجعله في ميزان حسناته ان شاء الله ونحسبه على الله خيرا ولا نزكي على الله احد ربنا يبارك فيك يا شيخ ايمن ويبارك في عمرك يا رب العالمين الله يبارك هنرجع بقى للحته بتاعت القران والسنه بقى اولا الله تبارك وتعالى أخبرنا في قرآن الكريم ولقد خلقنا الإنسان في كبد ربنا خلق الإنسان كبد يعني تعب مشقة عناء ابتلاءات مصائب كروب أوجاع أحزان فيا جماعة الدنيا دار نقص لكن دار الكمال فين هناخد المداخلة دي وهنكمل الحتة تحت معنا الأستاذ خطاب كمال خطاب مراسل برنامج أزمة أخلاق أهلا بك يا أستاذ خطاب اهلا بحضرتك يا فندم ازيك يا رامي ربنا يخليك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خطاب الله يبارك لك برنامج أزمة أخلاق البرنامج المحترم ربنا يخليك يا استاذ خطاب الله يخليك يا باشا والله احنا بننتظر البرنامج ده كل اسبوع نتمنى انه ياخد حيز اكبر والله يلا يا مسهل يا رب ربنا موجود اللهم امين يا باشا زي ما عليك الله يخليك الحمد لله يا استاذ خطاب الله يكرمك الله يخليك اتفضل يا استاذ خطاب سريعا حضرتك احنا بالنسبة لليلة الفرح بالنسبة للعروسين ليلة الايه؟ الفرح بالنسبة للعروسين ليلة الفرح بتكلف طبعا حاجات مبالغ كتيرة وملهاش قيمة ايوه
فاحنا كنا انا كنت عامل مبادره حضرتك بان انا استبدل العريس والعروسه اللي هم مقبلين على الزواج، ان احنا نبدل ليله الفرح والوش اللي بيحصل في ليله الفرح بعمل عمر للعروسين. تمام. خدت رسالتك، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان في عندنا طبعا في الايتام في الوفيات بيقام سرادق كبير بيكلف فوق ال 100,000. بنجيب مشايخ والحاجات دي كلها المتوفى ما بيستفادش بيها. ايوه. فكنت عامل مبادره ثانيه ان اللي عنده حاله زي دي لو ربنا يكرمه ويتبنى بنت يتيمه يجهزها على روح المرحوم اللي هو توفى، يكون افضل بكتير يعني. بارك الله فيك يا استاذ خطاب، وشكرا. اكيد الرساله وصلت حضرتك، متشكر طبعا لمداخلتك. شيخ ايمن هو بيقول بالنسبة لإقامة الأفراح والمظاهر الأفراح وبتاع والفرق والجهات والقاعات والكلام ده، يا ريت يستبدلوا ليلة الدخلة ديت أو الفرح دوت أو مظاهر الفرح المصاريف يستبدلوها بعمرة للعريس والعروسة للعروسين يعني، ويستبدلوا برضو أيضا ليلة العزاء يعني من سرادق ومشايخ، وأنت عارف قد إيه بتتكلف الحاجات دي في تجهيز بنت في نفس الحي يتيمة يعني. مين اللي استبدلوه؟ العريس والعروسة يعني. ما كده كده اللي عنده خير ما بيعملش الكلام ده. اللي عنده خير ما بيعملش كده. اي واحد بيحب ربنا وبيحب سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقين ان هو بيعمل كده، يا اما بيطعم بقى الحبايب ويدعي بقى كده اهل الصلاح والوليمه اللي هي الجميله بتاعت العرس، واخد بالك، وبيوفر بقى بتاعت القاعات والدي جي والمصاريف الباهظه ديت اللي ده. اما اللي يعني هيعمل فرح ومخدرات بقى ورقصات والكلام ده، هو كده كده والله لو لو يعرف الانسان مدى خطوره هذا الامر ان كل واحد لما عاوز يجي يقعد في فرح هيشرب مخدرات ولا في ذنبه طبعا، كل ده في ميزان سيئاته، ويبدا ليه اول ليله في حياته بمعصيه وبمعصيه، يبقى ازاي بعد كده يبقى في بركه؟ لا خالص. احنا لو اتكلمنا هيتم الطلاق بقى بعدها بثلاث شهور مثلا. ما هو ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا ازمتنا ايه؟ ازمه اخلاق. هي دي. انا لو مشيت صح وربنا اكرمني بالقران ومشيت منهج القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم انا هرتاح، كل الناس هترتاح، هنعيش حياه السعداء. لو كل واحد في بيته يتعامل مع زوجته باخلاق القران باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، والله ما هيبقى في مشاكل ولا عناء ولا شقاء ولا غلو اسعار ولا بلاء. كل اللي احنا فيه ده من ذنوبنا. صح. والله من ذنوبنا. دي حقيقه. هي مبادره كويسه طبعا من الاستاذ خطاب. نرجع بقى للصبر عشان طبعا نتفضل. يبقى احنا اتفقنا مين قدوتنا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هو انت تخيلك في حد اتقى وانقى واطهر من سيدنا النبي محمد؟ لا طبعا. ده سيد ولد ادم. ده الكون اتخلق عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو رفع ايده كده وقال يا رب عز رزقي وفير. هيحقق له كجبل احد ذهبا وفضه. هكذا قال. لو اردت ان يجعل الله لي جبل احد ذهبا وملك. صح. لا 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 لفعل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عايش حياه البسطاء. عايش حياه المساكين، والمسكين مش يعني فقير. لا، المسكين اللي هو راضي بما قسمه الله له. طيب واحده واحده بقى. لما سيدك وحبيبك حبيب الخلق حبيب الحق حبيب الملك حبيب الرحمن، مش سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي حبيب الملك طبعا، لما يقعد بيته بالثلاثه اهله ثلاث شهور ما بيتولعش نار في بيت سيدك النبي محمد. يعني ما فيش لا طبيخ، ما فيش نار بتتولع. بالثلاث اهله ثلاث شهور. الزوجات او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول ليس عندنا الا الماء او الاسودان التمر والماء، عايشين على البلح التمر والماء. كم شهر؟ بالثلاث شهور ما بتولعش نار. طب احنا دلوقتي في ظل الغلاء اللي احنا فيه والظروف واللي بنشتكي، في واحد بيعدي عليهم لما بياكل اكله مطهيه على النار؟ ده ابسط ما في يا اخي، ما بتشربش كوبايه شاي على النار؟ دي حقيقه. طب لما سيدك يقعد بالثلاث شهور، تعرف يعني ايه ثلاث شهور مفيش نار بتتولع في بيته يوقد فيها نار؟ تخيل انت المعاناه. ناخد المداخله دي يا شيخ ايمن. اتفضل. معانا مداخله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم. وطي صوت التلفزيون خالص واسمعينا من التليفون من فضلك. سريعا بقى. انا بنت عروسه جديده يا شيخ، بس مصابه بالسحر. بسبب الحسد الشديد. عروسه، انت عروسه جديده؟ لا
بنتي بنت حضرتك، ربنا يوفقها يا رب ويبعد عنها كل سوء وكل شر يا رب العالمين. اللهم امين. اتواصلي مع الشيخ ايمن المصري، هيبقى رقمه موجود قدامنا على الشاشه بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله. شكرا لمداخلتك. يا شيخ ايمن. طيب، يبقى لما النبي ابتلى بهذا وده قدوتنا واسوتنا اللي افضل العباد عند الله، يبقى انا لما ابتلى اسخط؟ لا طبعا خالص. هو القران مش اخبرني بهذا؟ ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اهو لازم هتبتلى بنقص من الاموال او نفسك بيبقى في غم في هم في حزن في الم في وجع في اسقام في امراض، اي شيء هتبتلى بيه لازم تعرف ان دي سنه كونيه الهيه. ولكن وبشر الصابرين، ربنا سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبشر الصابرين، او القران بيبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يعني يا رب انا كل ملكك، انا كل ليك. والله ربنا لما بيبتليك لانه بيحبك، من يريد الله به خير يصب منه، هو بس عايز يسمع صوتك. لما تبتلى كده بضيق في الرزق ارفع ايدك كده وقول ايه؟ يا رب، يا رب ارزقني، يا رب وسع عليا في رزقي. عايز بس يسمع صوتك كده لما تبتلى بمرض وانت بتقول له يا رب انت الشافي وانت العافي يا رب. ربنا سبحانه وتعالى عايز يسمع صوتك، عايز يسمع انين مناجاتك، عايز يسمع همساتك ولمساتك كده وانت بتناجيه وانت بتناديه وتقول له يا رب. لكن مشكله العبد يبقى عنده ضائقه ماليه او ماديه يجري يا فلان اديني سلفني، يا فلان شوف لي، يا فلان الحاله والظروف يا عم ما بتشتكي للملك. ما تشتكي لربك. قصيره الحياه يا شيخ ايمن. اشتكي للملك، عندك اوجاع. سفري بقى، سفري. لا بلاش كلام. بالله عليك. عشان انا صوتي مجهد. معلش، هنسمعه زي ما نسمعه. والله انا صوتي. لا هنسمعه. انا بستاذن مخرجنا. انا على بشر. انا بستاذن مخرجنا بس يجسد لنا الصوت كده وهنسمع. الله يبارك لك، خلينا الحلقه. صدقني. ان شاء الله خير يعني. خلينا في موضوع الصبر، الله يكرمك، عشان انا فعلا مجهد والله. اقول لكل واحد مبتلى، عندك اوجاع، عندك اسقام، عندك مشاكل، عندك ضيق في الرزق، عندك اي شيء في حياتك، انت بس ابشر. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. الياس يقطع احيانا بصاحبي. في ناس كتير بتبتلى بيجي له ياس. لا تيأسن فان الكاشف الله. الله عليك. إذا بليت بشيء فرض به. فإن الذي يرفع البلوى هو الله. قول يا رب. صح. كل الناس عندك سحر، عندك سحر محسود محسودة، أنت مبتلى، هي مبتلية، قول يا رب. قول يا رب إلا أحن عليك من أمك، إلا أحن عليك من الدنيا كلها. ربك كريم والله، جميل رحيم، بس أنت الجأ له كده، ابكي له بس كده وابكي بين ايديه ركعتين كده في جوف الليل، وابكي كده وتذلل الى الله، وانكسر كده وقول له يا رب، يا حبيبي، الهي وسيدي ومولاي، نجيه ناديه يا اخي. شوف حالك هيكون ايه، هتحس براحه نفسيه طمانينه، وبعدين والله هيفرج لك الهم اللي انت فيه. هو انت تخيلك في مصيبه او في كرب او في هم او في بلاء بيدوم؟ لا خالص، يقينا هيجي يوم وهيفرج عنك هذا. وربنا الهم سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان يقلمنا. وفي أو حاجه مهمه جدا بقى الصبر لازم نعرفها، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا. انما الصبر عند الصدمه الاولى او الصدمه الاولى. عشان في ناس بقى عندها قضيه مختلفه في المواضيع دي. واحد مثلا ابتلي بفقدان ابنه، ابنه مات، يقعد 3 4 5 10 ايام يندب ويلطم ويا وليه، وبعد ما تقابله بعد اسبوع ولا اسبوعين عامل ايه؟ والله الحمد لله انا راضي. راضي بعد ايه؟ الصبر. صح. عند الصدمه اول لما تسمع الخبر الحق ابنك مات، اول حاجه بقى بين انت صبر ولا لا، الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. الحق سيارتك ولعت، او بيتك اتحرق، او ابنك جرى له مش عارف ايه، او
او جالك مرض فجأة او اصبت باي حادثة، اول كلمات هتخرج منك هي دي اللي بتبين بقى صبرك وايمانك. ده كثيرا بقى يا شيخ ايمن اللي كان، لكن مش تقعد كام يوم تندب وتلطم وتشق الجيوب ويا ليه يا رب وازاي يا رب، بعد كده تيجي تقول لي اصل انا راضي. راضي ايه؟ يجي حد يقول لك لا هو ربنا مش شايف غيري يعني. الرضا من اول لما تبتلى، اول اما يجي لك الخبر الطارقه اللي جايه لك او الخبر المؤلم او الابتلاء، هشوف كلامي ايه اللي هبدا بيه. اول حاجه الحمد لله، ولا هيكون ردك ايه؟ ان الله وانا راجعون، ولا هيكون اخبارك ايه؟ فوالله ما ابتلي احد مثلما ابتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابتليت مثلا من الاقارب من الحبايب، اصل في ناس بتزعل قوي لما واحد جاره او واحد قريبه مثلا يظلمه. لا يا حبيبي، هو سيدك النبي صلى الله عليه وسلم مش قدوتك وحبيبك؟ اكيد صلى طبعا صلى الله عليه وسلم. وانت متفق معايا وكل المسلمين انهم بيحبوا طبعا سيدنا النبي طبعا صلى الله عليه وسلم طبعا. طيب النبي اوذي من احب الناس اليه، من عمه وقرايبه، ابتلي منهم بالإذاء والسب والشتم، كانوا بيضعوا سال الجزور على ظهره. أم جميل كانت بتأذي نبيه وتضع سال الجزور على ظهره، وأبو لهب اللي هو عمه. كل الإذاء ده في أكتر من هم أخرجوه من بلده. طب في أكتر، شوف بقى شوف بقى، لما يبقى نبي رسول قائد يذهب للطائف، لما وجد بذرة التوحيد في مكة صعبة راح للطائف، مشي اكتر من 80 كيلو على رجله، راح يقول لهم عشان ايه؟ راح عشان يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. تخيل انت الموضوع، هو لا طالب منهم حاجه ولا اي شيء. اذوا اصطفوا له الصفين من الصبية والسفهاء والمجانين او العبيد، ضربوا النبي ورموه بالحجاره، سال الدم من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هو في اذا اكتر من كده بقى؟ لا طبعا. قوم اهو ومشي اكتر من 5 كيلو في حاله يعني استغراب دهشه، من كأنهم يعني نغمى عليه من كتر الإذاء. ورغم ذلك جلس ونزل عليه ملك الجبال، وشوف بقى جاله الفرج الإلهي. سلم ملك الجبال على سيد الرجال، قال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك وأمرني بمشي، أي أمر قوله لي بس. هم أذوك، شتموك، رموك بالحجارة، أذوك، سلد كل جسد كان بيسيل منه الدم. مرني بقى يا رسول الله. تخيل انت بقى لو مظلوم وجات لك كده فرصة، ما بالك بقى دي فرصة الهية بقى مش صح. اي فرصة. النبي عمل ايه؟ اللي زعلان من اذاء الاهل والاحبة، شوف النبي اتعامل ازاي. ده النبي ساكت ما بيتكلمش، جنه جميل وعلمنا الصبر. اصبر اصبر واحتسب. طب ملك الجبال كان بيعرض الامر يا رسول الله، ما النبي ساكت. ان اردت ان اطبق عليهم الاخشبين فعل، جبل في مكة جبل في الطائف، انا بس كده هطبقهم على بعض كل ده ايه يهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا اوعى لا، لعل ان يخرج او يخرج من بين اصلابهم من يقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. ده النهارده يا شيخ ايمن الصبر، النهارده مفيش حد بيصبر على جاره. تخيل بيقطعوا بعض بالسنين عشان كلام فاضي، عشان سل الزباله. طبعا احنا معظم مصر ساكنين في عمارات او في بيوت كده، يحطوا سلة الزبالة فوق شوية أو تحت شوية، مين يدخل الأول، مين يركن مكان مين بعربيته، بيقطعوا بعض بالسنين. يا ريت الجيران بس، ده في إخوة، ده الأهل والإخوات أحبة وأقارب، دي حالة بص أنا مش عايز أقول لك يعني بصراحة ربنا. يا جماعة اللي يفهم ديننا صح ويرجع للقرآن والسنة هيتعلم صح، ما دي قضيتنا. لما واحد يأذيك من أقاربك اوعى تحاربه. في يا عم بينك وبينه مشكله، في قانون، ما هو ده القاضي اللي بيحكم. صح، هي دي مفيش مشكله. مش انا اعرف ناس اصدقاء ليا بيبقى في بينهم وبين بعض قضايا لكن ما بيفسدش الود. هو بيلجا للمحاكم وبيبدا القاضي ليه؟ عشان يحكم ما بينهم فقط. انت شايف نفسك صح وانا شايف نفسي صح، في حصل قضيه، لكن انا ما اذيتش في ظلمك ولا زدت في اذائك ولا فكر لك في مكيده ولا مكر، لا مش ديننا خالص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا باكملها الحب. هو ده القلب، ده لو انت حطيت فيه كده حب وسلام ورحمه هترتاح وهتريح العباد والخلق. ريح ده واعرف كده يقينا ان في ملك، في جبار، في عدل. هتيجي يوم القيامه
لو ما ظهرش الحق في الدنيا هيظهره لك يوم القيامه. يبقى انت ريح قلبك، اشكر بسلام ورحمه، واصبر، اصبر على اي ذئب، لان هي دي احنا قلنا سنه الحياه، هي سنه كونيه الهيه. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون؟ اما انت مؤمن ازاي لو مش عايز تبتلى وتصبر على ابتلاء؟ فاصبر واحتسب على اي شيء مرض، اصبر واحتسب، وفي ناس اكتر منك مرضا ابتليت باي شيء، اصبر واحتسب، بس انت قول يا رب يا رب. احسنت يا شيخ ايمن، احسنت بجد يعني. ربنا يديك الصحه يا رب، وربنا يبارك في عمرك وعملك وولدك ورزقك ووقتك. اسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. امين يا رب. والله بصدق اسال الله، اسال الله ان يرفع الغم عن هذه الامه، وان يرزق اهل مصر الخير والبركه والرحمه، وان ينزغ من بيننا نزغات الشيطان. آمين. وأن يعني يملأ قلوبنا حبا ورفقا وسماحة. آمين يا جماعة، والله عايزين نحب بعض. آمين. نملأ بس قلوبنا حب. آمين يا رب. وصبر. آمين. نصبر. أصبر. ربنا يبارك لك. مشاهدينا، الشيخ أيمن مكمل معانا في علاج السحر وعلاج المس وعلاج الحسد. أي حد مبتلى إن شاء الله هيتواصل مع رقمي أو مع رقم الشيخ أيمن. أحسنت في هذه الفقرة يا شيخ أيمن، وحضرتك مواصل معايا في الفقرة الثانية إن شاء الله، والفقرة اللي احنا بنحبها فقرة فرحة محتاج. مشاهدينا في كل مكان، ابقوا معنا بعد الفاصل وفقرة فرحة محتاج، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد في الفقرة الثانية من برنامج أزمة أخلاق وفقرة فرحة محتاج. وبيشرفني في هذه الفقرة السيدة الفاضلة رئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة والمساعدات، السيدة نهاد إبراهيم توامي. أهلا بك يا أستاذ نهاد، منورانا. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. أستاذ نهاد، عايزك تقولي لي كده إيه أحوال الجمعية، يعني إيه اللي حاصل في الجمعية اليومين دول؟ هو الحمد لله يعني ابتدينا ان احنا نوفر مساعدات للناس اكتر من الاول. والحمد لله ريتال عملت العمليه وهي دلوقتي في العنايه. انا تواصلت طبعا مع اهلي ريتال، مع مامتها في مستشفى الامل في المهندسين، قالت لي دخلت العمليات من حوالي 3 ايام. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس هي لسه في فتره نقاهه يعني. هي لسه في الرعايه؟ لا هي في الرعايه. هي في الرعايه. فلسه ما طلعتش لفتره النقاهه يعني. عشان كده ما عرفناش نصور مع ريتال. تمام. هو ممنوع طبعا العنايه ان حد يقدر ان هو يخش. بس الحمد لله ان شاء الله تطلع بالسلامه ونصورها ونعرضها طبعا للناس عشان خاطر يفرحوا معانا. طبعا دي فرحه محتاج طبعا. وافضل حاجه يعني هي هو المريض يعني، او العلاج من الناس المرضى بالذات لما يكونوا اطفال يعني. احنا عندنا حالات في الجمعيه ثاني. تمام. امبارح كلمني الاستاذ مرسي قنديل، قال لي ان في حالتين قلب مفتوح لاطفال عايزين ندخلهم على بسرعه يعني. ما فيش وقت. حالتهم حرجه. طفل زين من اسوان. يا رب بس يقدرنا وان احنا نقدر ان احنا نعمله العمليه بسرعه، لان حالته حرجه جدا وبقاله فتره طويله، لان هو اصلا مولود وعنده عيب خلقي. محتاج جراحه عاجله، فربنا يسهل ان شاء الله. وعندنا طفل تاني ثقب في القلب 9 مللي. تمام. ده جه من خلالي دوت للجمعيه ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا زين وعندنا محمد، الاثنين موجودين وعايزين عمليات قلب مفتوح. يا رب يقدرنا. عمليه زين حد يعرف تتكلف كام ولا لسه ما جابوش تقرير؟ لسه. لسه ما جابوش. بس هي اكيد فوق ال 75 او 70 الف جنيه. يعني دي حالته حرجه جدا. صح. وعنده رباعي فالوت اصلا. يعني ربنا يسهلها ان شاء الله. تواصل معايا الاستاذ مرسي قنديل وقال لي ان حاله زين فعلا حاله حرجه جدا. تمام. وعايزين على وجه السرعه التبرعات ونلحق ندخل. يا ريت والله. فدي بقى يا شيخ ايمن يعني هنقول ايه بقى؟ ده طفلنا بقى وابننا ولجأ لنا للجمعيه. زين عنده كام سنه يا مدام نهى؟ زين عنده 5 سنين. 5 سنين يا شيخ ايمن. عمليه كبيره، عمليه قلب مفتوح، عمليه كبيره تحتاج فوق ال 75 الف جنيه، بالاضافه ان المستشفى بتتنازل عن جزء من حقها كبير قوي، لان ما بين فرحه محتاج اللي هو برنامج ازمه اخلاق الاستاذ مرسي قنديل وما بين المستشفى في بروتوكول معمول بتخفيض اسعار العمليات. والله اسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم امين يا رب. اللهم اشفي كل مريض يا رب يا رب. امين يا رب.
انا مش هقول غير حاجه واحده طبعا، هي معروفه اغلى تكلفه عملياتها معروفه القلب المفتوح. هي عمليات معروفه ان هي غاليه جدا. انا بس هقول للناس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان افضل سرور تدخله على قلب اخيك المسلم، افضل الاعمال وافضل الاشياء اللي تتقرب بها الى الله سرور تدخله على قلب المسلم، او تقضي عنه دينا او تقضي عنه حاجه. في سرور اكتر من انت بتقول للام او لاب تقف معاهم في ان انت تكون سبب ان ربنا يشفي ابنهم؟ في جمال وفي فرحه اكبر من كده؟ لا طبعا. طب لما تدخل سرور على قلب الناس دي، تخيل انت الملك بقى هيكون ايه، هيعمل ايه معك؟ تخيل انت لما تدخل السرور والبهجه والفرحه على اسره مسلمه، والله يقينا يقينا ان في اعمال الواحد ممكن ما يبقاش واخد باله منها تكون سبب دخوله الجنه. خلي بالك انت ممكن عمل واحد في حياتك تعمله باخلاص، عمل واحد، انهي عمل الله اعلم، ممكن بسجده فيها خشوع، ممكن بدعاء فيه خشوع، ممكن بعمل انساني. هطول عليكم ولا لا؟ براحتك يا شيخ. المراه البغي اللي كانت بتتاجر بعرضها، زانيه، لما شافت الكلب بيلهث كده وعطشان، وهي نزلت البئر وسقته عشان تسقيه، عطشان مع انه حيوان. أيوة ركز معايا في الكلام. ايوه ده ايه؟ حيوان. نزلت طبعا معروفه البغيه انا اكيد محافظه على جمالها وشكلها وهيئتها والمكياج والاناقه، فضحت بده كله عشان تنزل البئر الغويط ده اللي ممكن ما تطلعش منه تاني. ايوه اللي ابسط ما فيها هتتخدش او تسرحتها. طبعا هتتنكش او 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 يعني هي بتتاجر بتخاطر بنفسها. ايوه نزلت وجابت الميه عشان تشرب الكلب. ايه اللي حصل؟ شكر الله لها فغفر لها، عشان كانت عامله العمل ده بايه؟ باخلاص. الله كريم ورحيم. تخيل بقى دي امراه بغي. طب لما تدخل الفرحه والسرور على بيت مسلم، لما تكون سبب في ان انت تحيي نفسها تموت، تخيل دي ثوابها وجزاءها عند الله قد ايه. تخيل انت الموضوع كلب يا اخي، كلب. امراه دخلت الجنه في كلب، امال لما تحيي طفل نفس. طبعا هو الشافي هو الله، لكن احنا اسباب، احنا اسباب لبعضينا. تخيل انت بقى. والله يا شيخ ايمن في ناس بيتمنوا طفل يدفعوا ملايين، حقن مجهري، عملياتنا انا اطفال انابيب، مش عارف يا اخي والله مش عارف ايه، والله يتمنوا طفل بجد بجد. يعني انا ربنا يدي كل محتاج. انا اقول لكل واحد محروم من الانجاب، صح، اجري بس اتبرع للطفل ده باي مبلغ وقول له يا رب، صح، الصدقه دي بنيه ان انت ترزقنا طفل. بس شوف ايه اللي هيحصل. اي واحد عنده مشاكل، ابنه عاق او عنده ابنه اي شيء او ابتلاءات في حياته، بس روح تصدق بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. شوف ايه اللي هيتم. احسنت يا شيخ ايمن. استاذنا هاد، احنا عندنا ايه غير الحالات القلب المفتوح للاطفال؟ عندنا ايه نقدر نساعد بيه من خلال الجمعيه يعني؟ انا عندي طفله برضو صغيره في المرجع عندي اسمها اسيا، محتاجه طبعا دكتور مخ واعصاب. احنا بنتعاون مع الدكتور محمد شعبان، الحمد لله دكتور برضو كويس جدا، بيساعدنا جامد جدا في الاشعه يعني طبعا مخ واعصاب دي محتاجه شغلانه تانية خالص، غير يعني ادويه مستمره واشعه وحاجات على المخ. وعندنا فاطمه حاله سمنه مفرطه، تمام، 25 سنه، مش عارف وزنها كام يعني، عدى. لا هو طبعا هي حتى استاذ مرسي يعني تواصل مع اهلها وقال لهم طب هاتوها تتعرض على الدكتوره، العربيه هتروح وتيجي على حساب الجمعيه وبتاع والكلام ده. فاطمه هي ما تقلش اي حالتها، ما تقلش عن اي حاله انا بعرضها. طبعا فاطمه 25 سنه، 25 سنه ونفسها تعيش حياتها وتعمل اسره، وسمنه مفرطه يعني. احنا عندنا كام اسره بنرعاهم من خلال هذه الجمعيه يا استاذه نهى؟ 370. عندنا 370 اسره. نعرض بقى الفيديو بتاع رتال، ماشي. 370 اسره بنرعاهم، الجمعيه المصريه لرعايه الامومه والطفوله بترعى وتكفل 370 اسره في جميع وفي ادويه احنا بنصرفها.
لأمراض السكر، أدوية علاجية شهرية منتظمة. ضغط وسكر وقلب ده شهري ده ثابت. ما بيكون في قله موارد وقله تبرعات في الجمعيه دي يا استاذه هنا بتعملوا ايه وبتتصرفوا ازاي؟ الحاجات دي كلها بتقف. طبعا، بس يعني احنا لا، العلاج الشهري المنتظم العلاج الشهري ده انا ما اقدرش ان انا اجي جنبه خالص. بس انا ما انا عايز اسال سؤال بس هنا. اتفضل. سيبك من الاكل والشرب، مقدور عليه يعني، انت فاهماني ازاي؟ يعني ممكن العلاج بأي ممكن انا اقدر. طب العلاج الشهري المنتظم ده اللي الناس ملتزمه ان هم بيروحوا الجمعيه كل شهر بياخدوا الجرعه العلاجيه دي، حضرتك تخيل داخلين الجمعيه ناس عاملين حسابهم ان العلاج بتاعهم اللي هيخليهم يستمروا في الحياه عاملين حسابهم عليه. انا ما اقدرش اقطع حاجه زي كده. دي ريتيل صح؟ ده الفيديو. انا بقى استاذنك تفتح لي الشاشه كده على ريتيل، هات لي ريتيل لوحدها كده، افتح لي الشاشه. ايوه، دي ريتيل هاني. دي ريتيل. مشاهدينا طبعا انتوا شايفين ريتيل هاني. عمرها كام دي يا استاذه نهاد؟ سنتين ونص. ريتال هاني سنتين ونص، عملية قلب مفتوح بفضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضلكم طبعا متبرعينا وأهل الخير. دخلت ريتال من 3 أيام عملية وهي دلوقتي في الرعاية، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنصور ريتال وهي في فترة النقاهة إن شاء الله بإذن الله. عايزين نروح بقى للريتال يا شيخ أيمن نزورها يعني إن شاء الله بإذن الله. مستشفى الأمل مش بعيد علينا، عايزين نروح لها. أسأل الله يعني أن يدخل أو يدخل السرور على كل المسلمين. يا رب كل مبتلى ربنا سبحانه وتعالى يسعده. وحاجة جميلة جدا والله، حاجة جميلة، الواحد مبسوط جدا لما يكون سبب بس طبعا أن يكون سبب في شفاء طفلة زي دي. فكل الناس والله سرعوا سرعوا وبادروا بالخيرات، أكثروا من الزاد. احنا عندنا سفر طويل الزبرايين طبعا، هتعيش في هتفضل في القبر في حياه البرزخ شوف كم سنه ولسه الاخره. زادك اللي ينفعك الصدقه نور، بتنور لك الصراط، بتنور لك قبرك، بتنور لك حياتك الاساسيه اللي انت بتعد لها من الان. فسارع، الناس تسارع، محدش والله لو باقل القليل. ما تحطوا لنا ارقام تليفونات الجمعيه يا جماعه ورقم الحساب البنك الاهلي. يعني نزلوهم. طب تمام. حط لنا بس ارقام تليفونات الجمعيه تبقى موجوده على الشاشه. يا شيخ ايمن احنا بس عايزين رساله ويعني يعني رقائق للقلوب كده، علشان خاطر عندنا طفلين دلوقتي عمليات قلب مفتوح. والله احنا كده كده مش حزنانين، لان احنا مفوضين امرنا الى الله. طبعا الشافي هو الله والمنجي هو الله. بس هي اسباب. بس هو ربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم وأرف بالأطفال دي مننا. طبعا الله تبارك وتعالى لطيف بعباده. بس هو ربنا جعلنا السبب لبعض يا حبيبي لبعض. انت اللي محتاج. قل انا وانت والاستاذ نهاد وكل احنا اللي محتاجين نسعى نتصدق عشان ربنا يرضى عنا، لان الصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة نور وبرهان. فمين اللي محتاج؟ احنا اللي المفروض نجري ونسعى ان احنا عشان ندخل الجنه. صح. لكن ربنا سبحانه وتعالى ده ارقى بيها مننا وارحم بيها مننا واكرم بيها مننا. بس هو ربنا سبحانه وتعالى بيعمل عمل عشان نتسابق. نتسابق الى فعل الخيرات. ونتسابق الى فعل عمل الخير ان شاء الله. يبقى مين اللي محتاج؟ طبعا احنا. ربنا يبارك لك. دي ما نخافش عليها والله، ربنا يكرمها ويشفيها. استاذ نهاد زي ما وعدتك قبل كده في حلقات ماضيه، ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هتيجي تقولي زين دخل زيه زي زمايله. يا رب. عمليه قلب مفتوح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مشاهدينا بقى، كل متبرع حتى لو بجنيه، عندكم ارقام تليفونات الجمعيه موجوده على الشاشه تتواصلوا معاها. في رقم حساب البنك، البنك الاهلي، البنك العربي الافريقي ولا البنك الاهلي؟ البنك العربي الافريقي. البنك العربي الافريقي، تواصلوا مع رقم الحساب بتاع الجمعيه او اتصلوا بارقام الجمعيه او تبرعوا من خلال مستشفى الامل في المهندسين لحاله زين سنتين ونص عمليه قلب مفتوح، عايزين نعمل له العمليه. انا في نهايه حلقتي طبعا لا يسعني الا ان اشكر الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري. كنت معايا يا شيخ ايمن، نورتني. الله يكرمك يا استاذ ابراهيم، الله يبارك لك. الله يعزك. الله يبارك لك يا شيخ ايمن، ربنا يجعلك في ميزان حسناتك يا رب العالمين. يا رب. كما اتوجه بالشكر ايضا للسيده الفاضله الاستاذه نهاد ابراهيم تهامي، رئيس الجمعيه المصريه لرعايه الامومه والطفوله والمساعدات. كنت معايا يا استاذه نهاد، نورتين. نورك يا استاذ ابراهيم، ربنا يكرمك ان شاء الله. مشاهدينا في كل مكان، على امل ان نلقاكم ان كنا من اهل الدنيا ومن اهل الارض في 9 صباحا كل يوم احد في برنامج ازمه اخلاق.